معنا مشاهدينا عبر سكاب من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا بعد تأكيد مكتب العبادي اعدام 12 شخصا بتهمة الإرهاب في حملة جديدة، كيف ترين ظاهرة تزايد الاعدامات في العراق مؤخرا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله وحيا مشاهدكم الكرام. السلام. مع الأسف الشديد كما تفضل تتزايد حملات الإعدام يوما بعد يوم في العراق. العام الماضي ازدادت أعداد المحكوم عليهم والذين تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام زيادة كبيرة عن الأعوام التي سبقتها، والآن هناك وجبة جديدة. الحقيقة في العراق مع الأسف الشديد المحكومون في بالإعدام لم يخضعوا أبدا لأي محاكمات نزيهة، والحقيقة هناك تعامل طائفي وهناك أحكام تصدر على الأساس الطائفي. وقد وثقت الكثير من المنظمات الحقوقية طريقة المحاكمات وطريقة إصدار الأحكام بسرعة فائقة ودون حتى حضور ممثل قانوني، ومع العلم أن المحكوم عليهم تم انتزاع منهم الاعترافات تحت التعذيب. ونلاحظ أيضا أن هناك ظاهرة، كلما يكون هناك حدث في العراق فإن هناك أحكام في الإعدام تصدر وأيضا حملات لتنفيذ هذه الأحكام، مثلا حدوث تفجيرات ويتم استغلالها من أجل تنفيذ أحكام إعدام بمظلومين. والآن لا ننسى أن الانتخابات وهناك اتهامات وإثبات الحقيقة لتزوير والانتخابات، وهناك مناوشات تقول بين فاطمة أن هذه الأحداث مقصودة لتنفيذ عملية أحكام أعدام بغير لا تطبق فيها معايير العدالة، ولكن محافظ كربلاء عقيل الطريحي قال أن تنفيذ الإعدامات ثأر للمخطوفين كما قال. كيف يصنف هذا التصريح وما أثره في مصداقية الحكومة التي يمثلها، وسط تقرير تزامنا مع تقرير هيومان رايتس ووتش الذي تحدث عن أن الإعدامات في العراق أقرب إلى الانتقام من تحقيق العدالة؟ بالضبط بالضبط، وهذا ما ذكرته. يتم استغلال أحداث معينة في العراق من أجل أن يتم تنفيذ أحكام إعدام. تصريحات الحقيقة محافظ كربلاء، في الحقيقة هذه تصريحات ليست في محلها، ويجب أن لا يقول مثل هذه الأقوال، خاصة وأن إصدار الأحكام يتم على أساس جرم معين قام به هؤلاء وخضعوا لمحاكمات ولقانون عادل وتم إصدار الحكم عليهم. ولكن نحن نرى أنه حتى أن الميليشيات تستطيع أن تضغط على الحكومة العراقية من أجل أن تنفذ تعديلات في قانون تنفيذ الأحكام الإعدام وتسريع أحكام الإعدام كما فعل زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس. ونحن نذكر جيدا الأحداث التي تطورت بعدها، وكيف ضغط على الحكومة العراقية ومجلس النواب من أجل أن يصادق على أحكام تعديلات بأحكام الصادرة بالمحكومين بالإعدام، وأيضا تسريع محاكماتهم وتسريع تنفيذ عمليات الإعدام. إذا هناك عمليات انتقام من هؤلاء الأبرياء المساكين، ومجرد أن يقدم أكباش فداء كي تثبت هذه الحكومة لمن تريد أن ينتخبوهم أنها حكومة عادلة وأنها تسعى لغرض إحقاق الحق، والحق أن هذا الشيء بعيد عن الحق وبعيد عن العدالة. هناك أنباء أيضا عن شن ميليشيا الحشد حملة دهم وتفتيش في مناطق بمحافظة صلاح الدين. إلى أي مدى يمكن تقنين هذه المداهمات التي في الغالب يتبعها انتهاكات للمعتقلين؟ نعم، في الحقيقة الميليشيات تقوم بعمليات ممنهجة من أجل تفتيش ومداهمات واعتقالات على أثرها لأبرياء على أساس الطائفي. والحقيقة هذه الميليشيات تدعي أنها تحارب الإرهاب كما تدعي الحكومة العراقية، والحقيقة هي لا تحارب الإرهاب ولا تحافظ على حقوق وأمن المواطنين، بل كلها مجرد دعايات، خاصة في هذا
الفترة الحالية دعايات الانتخابية، لأن الميليشيات تريد المشهد الحكومي وتحتل المناصب الحكومية بصورة كاملة وأعلى المناصب. الآن الميليشيات تدعي أنها يعني هناك بؤر إرهابية، وهذه كلها مجرد ادعاءات من أجل تكميم أفواه من يعني ناهضون سياسات الحكومة، نعم. وفقط هي تستهدف الأبرياء الذين ليس لهم علاقة لا بالإرهاب ولا بغيره. نعم. شكرا جزيلا لكم. عبر سكاب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، دكتورة فاطمة العاني.